المعالم اللي مقدرها الحار وعالمين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله وتعظيم ما يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمسجد هو أساس وهو الشيء الوحيد الذي نلجأ إليه لنصلي فيه الصلوات ونقرأ فيه القرآن وكذلك نحل مشاكل الناس وكذلك نصلح بين الناس. وكذلك في الماضي المسجد كان هو الولاية، هو الدائرة، هو كل ما يقع إلا ويقع في المسجد. ولكن لما توسعت الرقعة الدولة كذلك توسعت، أصبح المسجد لقراءة القرآن، للذكر في بيوت أيضا، أن تذكر ويذكر فيه، أن ترفع ويذكر فيه اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. وأقول لكم بركة ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا اليوم المبارك، وهو يوم من أيام الله سبحانه عز وجل الذي قال فيه الله سبحانه عز وجل: وذكرهم بأيام الله. وهذا اليوم بالنسبة لهذه البقعة، بقعة الحمامة، هو يوم مشهود. لماذا؟ لأنه فتح فيه مسجد أو بيت من بيوت الله سبحانه عز وجل الذي يذكر فيه اسم الله سبحانه عز وجل ويقرأ فيه القرآن، وفيه تنبع منه الأخوة والتآلف والتحابب، وفيه تقام الصلوات، وفيه تصلى التراويح، وفيه الأمر بالمعروف، وفيه يخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لأن الله سبحانه عز وجل قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالله سبحانه عز وجل قال كذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسم الله، ويذكر فيه اسمه، يعني يذكر في هذا البيت، هو بيت الله سبحانه عز وجل، يذكر فيه اسم الله سبحانه عز وجل، فيه الصلاة، فيه، قلت يعني، حتى يكون فيه الإصلاح بين الناس. والله سبحانه عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو المسجد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، أول شيء قام به هو بناء المسجد. لماذا؟ حتى يغيب المسلم عن أخيه المسلم، يتفقده في الصلاة، في الصلوات، لماذا لم يأتي فلان، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يجمعنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. المسجد أولا وقبل كل شيء، في هذه المنطقة لم يوجد مسجد، كانت مقبرة بعيدة على هذا المكان الناس يدفنوا فيها. قروا واحد الناس محسنين، قالوا: ودين بنوا واحد البيت هنا، صيبوه في المقبرة وكذا. بنوا بيت صغير، هذا البيت الصغير بنوه فيه ولاو يصيبوه في المقبرة. ومن بعد دارت الفكرة، قالوا: هذا البيت يا حبذا لو كان نعلموا فيها القرآن. أولا كان بيت صغير، كان مدرسة قرآنية، وهذا وأنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا اللي بديت نعلم فيها القرآن، علمت حوالي هنا القرآن حوالي 10 سنين. بعد كان واحد الحاج يسموه الحاج محمد بن زعمية رحمه الله، هو اللي قدر هذه الفكرة وقال: نبنوا المسجد. أول مرة كي بدينا نبنوا المسجد، البقعة هذه ولا شيء عندها، اتصلنا بالحاج مناد، هذا بارك الله فيه، هو اللي أعطانا الدعم وأعطانا السند، وبدينا على بركة الله في هذا المسجد. لما تممنا المسجد بقات حاجة قليلة، الحاج محمد هذا بن زعمية رحمه الله توفى، وفته المنية توفى، أبقى الحاج معمر هنا ينوب في بلاصته، والممثل الشخصي أنا معاه، أتعبنا وسعينا ورب العالمين وفقنا بالناس المحسنين، وربي هو اللي وفقنا والحق لهذا الشيء لكم تشوفوا فيه. وهذا المسجد يسموه مسجد حسان بن ثابت، بقعة الحمامة، بني درجين، بلدية الزبوجة.